الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله، مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نتدارس فيه سويا كتاب ولي الله النووي عليه رحمة الله تعالى، كتاب التبيان في أداب حملة القرآن. وكنا وقفنا عند قوله: فصل ينبغي للقارئ إذا ابتدأ من وسط السورة أو وقف على غيرها على غير آخرها أن يبتدئ من أول الكلام المرتبط بعضه ببعض، وكذلك إذا وقف أن يقف على الكلام المرتبط وعند انتهاء الكلام، ولا يتقيد في الابتداء ولا في الوقف بالأجزاء والأحزاب والأعشار، فإنها قد تكون في وسط الكلام المرتبط بالكلام، كالجزء الذي في قوله تعالى: وما أبرئ نفسي والمحصنات من النساء، وفي قوله تعالى: فما كان جواب قومه، وفي قوله تعالى: ومن يقنت منكن لله ورسوله، وفي قوله تعالى: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، وفي قوله تعالى: إليه يرد علم الساعة، وفي قوله تعالى: وبدا لهم سيئات ما عملوا، وفي قوله تعالى: فما خطبكم أيها المرسلون. وكذلك الأحزاب كقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، وقوله تعالى: قل أنبئكم بخير من ذلكم. طيب، ماذا يريد الشيخ أن يقول؟ الشيخ يريد أن يقول إن حضرتك هيبقى لك ورد في قراءة القرآن العظيم. في قراءتك القرآن العظيم مطلوب منك إنك تكون صاحب عقل متدبر. الله عز وجل يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا؟ ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إذا قرأت بهذا العقل المتدبر هتلاقي إنك عايز تفهم موضوع على بعض، عايز تاخد صورة متكاملة. الصورة المتكاملة هتلاقيها مش ماشية تماما مع بعض الآيات أو بعض الأجزاء أو بعض الأعشار اللي موجود. يعني حضرتك هتيجي مثلا تقف عند ربع في سورة النساء مثلا، في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وعماتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن، إلى آخر الآية. وبعدين هتقف وتبدأ الآية التي بعدها بقوله تعالى: والمحصنات من النساء. يعني هو بيعدد المحرمات من النسب ومن الرضاع ومن المصاهرة على الرجل. وبعدين بتقف في رأس آية، تبدأ الآية اللي بعدها بإكمال المحرمات. فإيه والمحصنات دي؟ معطوفة على اللي قبلها، معطوفة على اللي قبلها. والمحصنات والنساء يعني محرمات أيضا. لو بدأت بالمحصنات بس مالهم؟ يعني أنت لما تيجي كده تبدأ القراية وتقول لي: والمحصنات من النساء، مالهم يا ابني؟ مالهم؟ قل لي حاجة مفيدة. دي معطوفة على اللي قبلها، حرمت عليكم. وبعدين تخلص الآية تبدأ الآية اللي بعدها: والمحصنات من النساء. كده هتيجي مثلا نفس الكلام في سورة يوسف. في سورة يوسف امرأة العزيز تتكلم، ماذا تقول؟ ماذا تقول امرأة العزيز؟ تقول: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي. ده أول ربع. فأنت لو وقفت وأنهيت الكلام عند ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وخلصت وردك على كده، الكلام ناقص، الست كلامها مخلصش. فلسه هتقول: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به. ممكن تقف عند وقال الملك ائتوني به. طيب إذن إيه؟
انت كقارئ لازم تكون عندك كده ايه احساس، عندك تدبر، عندك تعقل لما تقرأ من الآيات، فلا تلتزم، لأن الأعشار والأرباع دي يا أخوانا اجتهادية. هذه الأعشار وهذه الأرباع يعني أن يوضع الربع عند قوله تعالى كذا، وأن يوضع الربع عند قوله تعالى كذا، هذا أمر اجتهادي. بدايات تقسيم الأرباع والأحزاب والأجزاء، كل دي اجتهادية. خلاص الشيخ هنا بيقول فإنها قد تكون في وسط الكلام المرتبط، زي ما احنا شفنا كده، وما أبرئ نفسي في وسط الكلام والمحصنات في وسط الكلام. طيب على هذا فقس بقى، حضرتك لو جبتم سورة النحل فما كان جواب قومه، فما كان جواب قومه، فإيه فما كان جواب قومه؟ يعني تخيل انت كده نفسك بتبدأ القراءة بقوله تعالى فما كان جواب قومه، كلام غير مفهوم. يعني انت كمسلم عايز تتدبر القرآن، كلام غير مفهوم. يعني ايه فما كان جواب قومه؟ يعني ما معنى فما كان جواب قومه؟ فانت المفروض بتجيب الكلام الذي قبلها، الكلام الذي قبلها عشان يبقى في ربط، في ايه؟ في ربط بين الكلام. نفس الكلام في قوله تعالى وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء في سورة ياسين، الكلام أيضا ينبغي أن يكون مرتبطا بعضه ببعض. لما تيجي تشوف الآيات التي قبلها تجد قول الله عز وجل قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، وهتقف ده نهاية الربع. ثم يبدأ الربع الجديد بقوله تعالى وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، الكلام برضو مخلص، الكلام مرتبط بعضه ببعض. طيب إلى آخر ما قاله الشيخ. الفكرة هنا يا أخوانا إنك كقارئ تقرأ الورد عليك أن تحاول تعقل الكلام، فتعرف أن هذا الكلام إذا عرفت أن هذا الكلام مرتبط بعضه ببعض يكمل بعضه بعضا، عليك أنك تقف عند وقف يحسن السكوت عليه بحيث تفهم أنت الموضوع، لأنه ليس الغرض من القراءة هي مجرد السرد، وإن كان مجرد السرد عليه ثواب، لكن أيضا عليك أن ترتفع قليلا فيعني تسرد مع التدبر. قال فكل هذا وشبهه ينبغي ألا يبتدأ به ولا يوقف عليه، فإنه متعلق بما قبله، ولا يغتر الإنسان بكثرة الفاعلين له من القراء الذين لا يراعون هذه الآداب ولا يفكرون في هذه المعاني. يعني حضرتك هتيجي تعمل كده تقول لأ أنا الورد بتاعي هقف بعد الربع بخمس آيات، أو الورد بتاعي هقف بعد الجزء بنص صفحة، هتبص تلاقي في ناس تقول لك أنت يعني هتعملها نفسك أنت اللي فاهم وكذا، والله هذا أدب، والأمر ليس على سبيل الوجوب، ولكنه إيه؟ أدب، أدب من الآداب التي تستحب، ومن لا يلتزم بهذا لا ننكر عليه، وإنما نعلمه ونقول هو الأفضل أن تقف عند مكان يحسن أن تقف عنده. قال وليمتثل ما رواه الحاكم أبو عبد الله بإسناده عن السيد الجليل الفضيل بن عياض رضي الله عنه قال لا تستوحش طرق الهدى لقلة أهلها، ولا تغترن بكثرة الهالكين، ولا يضرك قلة السالكين. يعني حضرتك إذا عرفت إن في حاجة صح اعملها، ما تجيش تقول لي والله أصل كل الناس بيعملوا كذا، في طلاب علم دماغهم غريبة جدا، تيجي تقول له والله ده الله يقول كذا، الرسول الصح يعمل كذا، الحكم الفقهي في المسألة الفلانية كذا، يقول لك ما هو كل الناس يا شيخ مش عارف مالها. فأنا على طول ردي بقول له هو من إمتى الناس كانوا مصدر من مصادر التشريع؟ يعني احنا عارفين ان مصادر التشريع التي نلتزم بها المعيار الذي نرجع اليه القرآن والسنة والإجماع والقياس، دي المصادر المتفق عليها، ثم بعد ذلك كل مذهب من المذاهب له مصادر أخرى انفرد بها. فرأي الناس عمل الناس مش من مصادر التشريع، فأنت ما تستشهدش أبدا في أي حاجة بفعل الناس. الله عز وجل يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. عرفت ان في حاجة صح اعملها،
اعملها، وإن كانت الحاجة الصح ديت أدب من الآداب أو سنة من السنن اعملها دون أن تنكر على غيرك. طب إذا كانت واجب اعملها، وإذا أي حد بيعملها وهي واجب، وهي واجب أو بيترك واجب أو بيعمل محرم، يبقى عليك أنك تعلمه وتنصحه بأدب النصيحة الذي تعلمناه في كتاب أو الذي ذكره أبو حامد الغزالي مثلا في كتاب إحياء علوم الدين. يبقى إذن إيه؟ لا تستوحش طرق الهدى لقلة أهلها. هتلاقي حضرتك لوحدك كده في المصلحة الحكومية اللي أنت شغال فيها، أنت اللي بتصلي بس، أو أنت لوحدك اللي محجبة والحجاب بتاعك يعني يرضي الله، لأن معظم الحجابات اللي موجودة حجابات كده على ما تفرج يعني، يعني حجاب إلا شوية. فأنت هتلاقي نفسك أنت اللي مغطي نفسك، وهتلاقي الناس كلها تقول لك ما تفك عن نفسك شوية، وانت عامله في نفسك كده ليه، ما انت شكلك كبر، والحاجات اللي هي ترجع الناس تودي الناس في داهيه دي. فلا تستوحش، اذا عرفت ان ده الحق، اذا عرفت ان ده الحق تلزمه. والناس يعني ايه، الناس يعني ياما ودوا بعض في داهيه بسبب النصائح اللي بدوها لبعض. فانت حق لا تاخذ النصيحه الا اذا كانت نصيحه تقربك من الله سبحانه وتعالى. نصيحه لا تقربك من الله يبقى اسمع منها فوت منها. لا تستوحش طرق الهدى لقلة أهلها، ولا تغترن بكثرة الهالكين، ولا يضرك قلة السالكين. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، يأتي النبي ومعه الرجل، يأتي النبي ومعه الرجلان، ده إيه ده؟ ده إيه ده؟ يعني نبي مؤمن بالله يوحد الله يعبد الله وما حدش استجاب له أبدا، ومع ذلك لم ينصرف النبي ابدا عن دعوته ويقول والله ده الناس ما خلاص انا هعمل زي الناس، يعني اذا الناس ما اطاعونيش اطيعهم انا مثلا. ما حصلش. فحضرتك لا تستوحش طرق الهدى لقله اهلها. وهذا المعنى مش بس في الادب اللي احنا بنقوله في 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 بعض الاداب التي نقولها في هذا الكتاب، هذا المعنى بنطبقه في كل حاجه في حياتنا. اذا عرفت الحق الزمه وتمسك به بكل أدب برضه، يعني مش لازم حضرتك تقول للناس ده أنا لوحدي اللي عارف الحق، ما في ناس كده، في بعض الإخوة، الإخوة والأخوات بيعملوا كده، إن هو يعني إذا ربنا علمه حاجة يتكبر على الناس باللي ربنا علمه، فكأنه عايز يقول للناس يعني إيه أنا الوحيد اللي فاهم. فيا أخينا ما تشكر ربنا إن ربنا علمك، واهدى شوية على نفسك، مش كده يعني. فيبقى إذن إيه؟ إذا عرفت شيئاً من الحق إلزمه. قال ولهذا المعنى قال العلماء قراءة سورة قصيرة بكمالها أفضل من قراءة بعض سورة طويلة بقدر القصيرة. يعني قراءة سورة قصيرة مثلا نقول سورة مثلا المنافقون أو الجمعة دي صفحة ونص تقريبا في طبعة الملك فهد. طيب العلماء بيقولوا ان قراءة سورة مثلا زي الجمعة او المنافقون على بعضها، او سورة النبأ صفحة وشوية على بعضها، او لو انت عندك وقت مثلا تقرأ نص جزء مثلا يبقى سورة غافر اربعة اربع على بعضها احسن ما تقرأ مثلا بدل غافر اربعة اربع من البقرة، او احسن ما تقرأ مثلا صفحة ونص من البقرة بدل المنافقون او الجمعة وهكذا. طبعا ده في غير الورد، يعني انت كده عايز عندك وقت وعايز تعبد الله سبحانه وتعالى، ماذا افعل؟ امسك كده نص سور من اجيب من البقره كده واقرا لي منها ربع او ربعين او ثلاثه، ولا اجيب سوره على بعضها اخلصها؟ العلماء بيقولوا الافضل انك تاخد سوره على بعضها وتخلصها. طب ليه؟ لان السوره اللي على بعضها هتديك معنى على بعضه، غير لما تمسك حاجه في سوره البقره أو تبدأ من وسط البقرة أو من وسط النساء أو من وسط المائدة وتقرأ ربع أو ربعين وبعدين تقفل وأنت مفيش حاجة، مفيش معنى أنت مسكته. ليه؟ لأنه كل سورة يا إخوانا من سور القرآن مهما بدا لك، وإحنا هذا المعنى بنكرره كتير وإحنا في الحلقات، إنه كل سورة من السور مهما بدا لنا أن هذه السورة متنوعة الموضوعات، تنتقل من موضوع لموضوع من موضوع لموضوع، لكن في الآخر في خيط ناظم بيجمع كل هذه الموضوعات اللي احنا بنسميه الخيط الناظم ده، اللي احنا بنسميه محور السورة او هدف السورة. فاذا انت كيف ستعرف محور السورة وهدف السورة؟ لازم هتقرأها من اولها لاخرها، ثم يفتح عليك بعد ذلك بانه السورة بتعالج موضوع معين. فاذا
العلماء قالوا إن قراءة سورة قصيرة بكمالها أفضل من قراءة بعض سورة طويلة بقدر القصيرة، فإنه قد يخفى الارتباط على بعض الناس في بعض الأحوال. وقد روى ابن أبي داود بإسناده عن عبد الله بن أبي لذيل التابعي المعروف رضي الله عنه قال: كانوا يكرهون أن يقرأوا بعض الآية ويتركوا بعضها. ليه كانوا يكرهون؟ هما مين اللي كانوا دولت؟ ده واحد تابعي هو عبد الله بن أبي لذيل التابعي دوت، يعني تتلمذ على يد الصحابة. فلما يقول كانوا بيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن أصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهم خير هذه الأمة، خير هذه الأمة، خير الناس قرني كما قال النبي. فالصحابة كان من عادتهم إن هم يكرهون أن يقرأوا بعض آية. ليه؟ لأن بعض الآية لن يعطيك معنى، فيتركوا إيه؟ ويتركوا بعضها. يبدو أن الإمام النووي قياسا على هذا، قياسا على كراهة قراءة بعض الآية وترك البعض، قاس على هذا كراهة بتر مواضيع القرآن من المنتصف، فلذلك أورده الإمام النووي ضمن الآداب التي يستحب لقارئ القرآن أن يلتزمها. فخلاصة الأدب الآن إن حضرتك تحاول تعقل ما تقرأ بحيث تقف عند وقف يحسن السكوت عنده، وبحيث تأخذ معنى كاملا، حتى وإن كان المعنى لم يكتمل على رأس ربع أو على رأس حزب أو على رأس جزء. طبعا لا يتصور، خليك معايا، طبعا لا يتصور أن المعنى لا يكتمل مع نهاية سورة، لأن احنا قلنا أن كل سورة من سور القرآن بتعطي معنى متكامل، فهي سورة، لذلك صورت بسور، فهي يفترض فيها أن هي بتعطيك معنى مستقلة، سورة مستقلة تعطيك معنى مستقلا، فلا يتصور أن السورة لا تعطينا معنى مستقلا، وإن كانت سورة القرآن كلها كسورة واحدة في أنه يكمل بعضها بعضا. قال: فصل في أحوال تكره فيها القراءة. يعلم أن قراءة القرآن محبوبة على الإطلاق إلا في أحوال مخصوصة جاء الشرع بالنهي عن القراءة فيها، وأنا أذكر ما حضرني الآن منها مختصرة بحذف الأدلة فإنها مشهورة فتكره القراءة في حالك. طيب، الإمام النووي هنا بيقول إن الأصل إن أنت حضرتك كمسلم مطلوب منك أنك تقرأ القرآن في كل الأحوال، لا يمنعك من هذا مانع، فالقرآن كلام الله، الله أذن لنا أن نتقرب إليه بكلامه في كل الأحوال إلا استثناءات. يبقى احنا عندنا أصل جامع إنه قراءة القرآن في كل وقت وعلى كل حال مستحب، إلا ما استثني فهذا هو الاستثناء من إيه؟ من القاعدة. الإمام النووي هنا بيقول حاجة مهمة جدا بتبين منهجه في هذا الكتاب، وهو إنه عند ذكره لبعض الأمور يحذف الأدلة، زي ما عمل هنا في هذا الفصل، وزي ما هيعمل بعد كده في الباب الثامن عند حديثه عن صور وآيات تستحب في مواقف وأحوال مختلفة، برضه هيذكرها مع حذف الأدلة من السنة النبوية. لماذا يفعل الإمام النووي ذلك؟ لماذا يحذف الأدلة؟ الإمام النووي عليه رحمة الله يحذف الأدلة إما لأن الأمور دي مشهورة ومعروفة وهو فقط يريد أن يعني يختصرها ويذكرها دون إطالة، فهو يعني إيه، فإنها مشهورة زي ما قال هنا بحسب فإنها مشهورة، أو لأنه الإمام النووي عليه رحمة الله يريد أن يحيل الطلاب على المطولات، لأنه لو أطال في ذكر الأدلة أو لو ذكر الأدلة لطال الكتاب، وهو كان غرضه من البداية أنه يؤلف هذا الكتاب على سبيل الاختصار حتى يحفظ. لو حضراتكم تذكروا في مقدمة الكتاب الإمام النووي قال إنه ألف هذا الكتاب لطلاب العلم حتى يحفظوه، فالكتاب ده كأنه متن، كأنه إيه؟ متن. فمن أراد التوسع فليرجع إلى كتب السنة المختلفة، فلذلك بيحذف الإمام النووي الأدلة عليه رحمة الله تعالى. والأدلة هنا المراد بها الأحاديث النبوية أو الآيات. قال: فتكره القراءة في حال الركوع والسجود والتشهد. يعني واحد في الصلاة، احنا في الركوع بنقول سبحان ربي العظيم، طب ينفع اقرأ الفاتحة؟
قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس، قال لك يكره. الصلاة لا تكون باطلة ولا يحرم لكن يكره. ليه؟ لأن الركوع فيه تسبيح ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قراءة في الركوع، يعني النبي ما قرأش في الركوع ولا في السجود. طب التشهد، خلصت التشهد ينفع أقرأ الفاتحة؟ يكره. الفاتحة أو غيرها يعني من القرآن يكره. فإذا في حال الركوع لا تقرأ القرآن على سبيل الكراهة. يعني إيه على سبيل الكراهة؟ يعني الأولى ألا تفعل. فعلت هل تبطل الصلاة؟ لا تبطل الصلاة. فعلت هل تكون قد ارتكبت إثما؟ لا تكون قد ارتكبت إثما. فإحنا بنفرق بين مرتبة الكراهة ومرتبة الحرمة. مرتبة الحرمة الفاعل يأثم، مرتبة الكراهة الفاعل ارتكب خلاف الأول أو ترك المستحب أو ترك السنة، وترك السنة يساوي الكراهة. فالسنة إيه؟ إنك تقول سبحان ربي العظيم، دي السنة، مش تقرأ القرآن. النبي ما عملش كده، واضح؟ قال فتكره القراءة في حال الركوع والسجود والتشهد. ليه؟ لأن الحاجات دي مشغولة بأمور دلنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وغيرها من أحوال الصلاة سوى القيام. فأنت في أي ركن من أركان الصلاة وأنت واقف بعد الركوع مثلا، وأنت طالع من السجود، وأنت قاعد بين السجدتين، كل دي أحوال الصلاة لا قراءة للقرآن فيها، وإنما القراءة في الصلاة حال القيام، حال القيام بس. طيب ممكن الواحد في السجود يدعي ويكون الدعاء بما ورد في القرآن، هل يكون كده قد ارتكب مكروها؟ لا، لأن هو هنا بيقرأ القرآن لا على سبيل القرآنية ولكن على سبيل الدعاء. إذا فتكره القراءة في حال الركوع والسجود والتشهد وغيرها من أحوال الصلاة سوى القيام، وتكره قراءة ما زاد على الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية إذا سمع قراءة الإمام. طبعا الكلام هنا ماشي على مذهب الشافعي، لأنه قراءة الفاتحة عند الشافعية فرض، تبطل الصلاة للإمام والمأموم، تبطل الصلاة بعدم القراءة. يعني حضرتك لو مأموم لازم تقرأ الفاتحة. طيب أنت الإمام ما إداكش فرصة إنك تقرأ، اقرأها برضه، وبعدين خلصتها ما تقراش غيرها، قريت غيرها تكون ارتكبت مكروه لأنك لازم تسمع الإمام. يبقى إذن وتكره قراءة ما زاد على الفاتحة. طب ليه استثنى الفاتحة؟ قلنا لأن قراءة الفاتحة عند الشافعية فرض، لا تصح الصلاة وتبطل الصلاة بعدم قراءتها في كل ركعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. قال وتكره قراءة ما زاد على الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية إذا سمع قراءة الإمام. مش معنى قال الصلاة الجهرية؟ لأنه في الصلاة السرية خلاص هيقرأ من غير موانع، لكن هو دايما الإشكال في الصلاة الجهرية، يعني الإمام بيقرأ أسمعه ولا أقرأ؟ السؤال بيبقى كده، نقول لك لو ما قرأتش الفاتحة اقرأ. طيب الإمام ما ادانيش فرصة كفاية إن أخلصها، خلصها واسمع. طيب يبقى وتكره قراءة ما زاد على الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية إذا سمع قراءة الإمام، وتكره حالة القعود على الخلاء في حالة النعاس. يعني حضرتك قاعد بتقضي الحاجة أيضا لا تقرأ القرآن، وفي حالة النعاس وأنت إيه أكابس عليك النوم. ليه؟ لأنك ممكن تلخبط، تدخل آية في آية، تدخل آية في آية، تنسب لله ما لا يليق، وهكذا. وفي حالة النعاس. وكذا إذا استعجم عليه القرآن. استعجم عليه القرآن يعني صار القرآن عليه صعبا، مش قادر يحفظ، مش قادر يقرأه. الواحد بيجي عليه بعض الأوقات أحيانا بيبقى إيه، بيبقى مثلا مشغول بشيء، أو يعني الكلمات مش قادرة تطلع، أو يعني مش مركز في القراءة أو كذا، فنقول لك لا استنى شوية على نفسك. إذا استعجم عليك القرآن، بمعنى إن القرآن صار بالنسبة لك صرت كالأعجمي في قراءة القرآن، فنقول لك لا تقرأ القرآن في هذه الحالة حتى لا تخلط القراءة، حتى لا تقرأ قراءة خاطئة. وكذا حالة الخطبة لمن يسمعها، لمن يسمعها. يعني أنت والإمام بيخطب،
في صلاة الجمعة ما تقرأش القرآن أيضا، الأولى هو الاستماع لماذا؟ الاستماع والخطبة. قال ولا تكره لمن لا يسمعها بل تستحب، يعني لو حد مش موجود في المسجد أو واحدة قاعدة في البيت ولا تجب عليها صلاة الجمعة مثلا وهي تريد أن تقرأ القرآن، هل يجوز لها؟ لا يكره لها أن تقرأ القرآن. طيب أنا في مسجد كبير والجمع كبير وصوت الإمام مش واصلني، صوت الإمام مش واصلني، فأنا مش سامع خطبة، فماذا أفعل؟ الشيخ بيقول لك هنا إذا قرأت القرآن وشغلت وقتك بالقرآن لا يكره. طيب أنا صوت الإمام واصلني، الميكروفون وصل لي الحمد لله، فأنا إيه يكره لي أن أقرأ القرآن؟ يبقى يكره لمن يسمع، ولا تكره قراءة القرآن لمن لا يسمع بل تستحب، لأنك قاعد المفروض أنك قاعد في جمع المسلمين هذا تسمع الخطبة، لكن الصوت مش واصل، الميكروفون باظ أو الأعداد كبيرة ومهولة فلا الصوت مش واصل، فأنت هتقعد تعمل إيه؟ تقعد تبص على الناس؟ لا، نقول لك إيه؟ يستحب لك أن تشغل وقتك بالذكر أو قراءة القرآن. هذا هو المختار الصحيح، هذا هو المختار الصحيح ده عند الإيه؟ كما قال الإمام النووي رحمه الله. وقد جاء عن طاووس كراهتها، وعن إبراهيم عدم الكراهة، فيجوز أن يجمع بين كلاميهما بما قلنا كما ذكره أصحابنا. يعني الشافعية يا إخوانا والإمام النووي كما قلنا لحضراتكم قبل ذلك، الشافعية مذهب بيأخذوا الفقه مش من دماغهم، مش بيقعدوا كده يفكروا فيقول لك والله دي شكلها كده حلو فتبقى من الفقه، لا، مصادرهم الأساسية في تشريع الأحكام كتاب الله، سنة رسول الله، فعل الصحابة والتابعين، القياس الصحيح، إجماع المسلمين، وهكذا. فعندهم أصول كبرى. طيب فبيقول لك هنا إنه ورد عن فقهاء التابعين اللي منهم طاووس وإبراهيم النخعي، طاووس كره القراءة أثناء الخطبة مطلقا، إبراهيم النخعي قال إنه لا تكره مطلقا. طيب الكلام دلوقتي عكس بعضه، تكره ولا لا تكره؟ الإمام النووي رحمه الله جمع بين الكلامين بأنه أكيد هذا كان يقصد شيء وهذا كان يقصد شيء، فقال يجمع بين كلاميهما على هذا النحو، أنها تكون مكروهة في حال كذا، في حال إذا كنت أسمع الخطيب، ولا تكره في حال ما إذا كنت أسمع الخطيب أو يصل كلام الخطيب إلي. طيب يبقى إيه؟ تكره إذا كان يصل إلي كلام الخطيب، ولا تكره إذا لم يكن كلام الخطيب يصل إلي. قال ولا تكره القراءة في الطواف، هذا مذهبنا. يعني أنا دلوقتي بطوف حوالين الكعبة، الطواف حركة الجسد دي في حد ذاتها هي العبادة. طيب ممكن أثناء الطواف أشغل لساني بحاجة؟ قال لك نعم. إيه الحاجة دي؟ دعاء ممكن، قراءة قرآن ممكن، واضح كده؟ يبقى أثناء الطواف حول الكعبة سواء كان في حج أو في عمرة أنا يمكنني أن أشغل لساني بقراءة القرآن، وهذا غير مكروه على مذهب الشافعي. وبه قال أكثر العلماء، وحكاه ابن المنذر عن عطاء ومجاهد وابن مبارك وأبي ثور وأصحاب الرأي، أصحاب الرأي اللي هم أصحاب أبو حنيفة، وحكي عن الحسن البصري وعروة ابن الزبير ومالك كراهة القراءة في الطواف. يبقى أكثر العلماء على عدم الكراهة، أكثر العلماء على عدم الكراهة، وبعضهم ومنهم الإمام مالك على كراهة القراءة في الطواف، والصحيح الأول الصحيح مذهب الشافعية لأن الأدلة بتسنده. وقد تقدم بيان الاختلاف في القراءة في الحمام وفي الطرق وفي من في فمه نجاسة، هذا قلناه قبل ذلك وفصلناه قبل ذلك، فمن أراد أن يراجعه فليرجع لما قلناه قبل ذلك. إذن خلاصة الكلام الآن إن في أحوال معينة رغم الأمر العام باستحباب قراءة القرآن في كل وقت، لكن في أحوال معينة تكره فيها القراءة. طيب فصل، ومن البدع المنكرة في القراءة ما يفعله جهلة المصلين بالناس في التراويح،
من قراءة سورة الأنعام في الركعة الأخيرة في الليلة السابعة معتقدين أنها مستحبة فيجمعون أمورا منكرة منها اعتقادهم أنها مستحبة ومنها إيهام العوام ذلك ومنها تطويل الركعة الثانية على الأولى وإنما السنة تطويل الأولى على الثانية ومنها التطويل على المأمومين ومنها هذرمة القراءة. طيب يعني النووي هنا بيتكلم عن حاجة كانت منتشرة في وقت من الأوقات والآن ما عادت موجودة الحمد لله. هذه كما يقول الإمام النووي رحمه الله من البدع المنكرة. إيه البدع المنكرة هذه؟ ما معنى كلمة بدعة؟ البدعة هي الشيء أو الأمر المحدث في الدين سواء نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يتفق مع قواعد الشريعة. قراءة كان من البدع المنكرة كما يقول الإمام النووي. الناس كانوا بيجوا في يوم معين في شهر رمضان ويقرأوا سورة الأنعام في الركعة الثانية. طيب هل البدعة في تخصيص سورة الأنعام ولا البدعة في تخصيص رمضان ولا البدعة في حاجة تانية؟ لأنه هذا الكلام ممكن يقرأه بعض الإخوة ضيقي الأفق فما يفهمهوش. يقول لك أهو الإمام النووي بيقول إن إحنا ما ينفعش نخصص ليلة معينة بقراءة سورة معينة أو ما ينفعش نخصص سورة معينة في وقت معين. لا الإمام ما يقصدش كده أبدا. الإمام النووي رحمه الله لا يقصد التخصيص في لوحده كده، التخصيص مجردا كده لا شيء فيه. المشكلة فين؟ إنك تعتقد إنه سنة هو مش سنة. يعني لو أنت حضرتك بتحب سورة الأنعام وتحب قراءتها دائما وأبدا وتقرأها دائما، نقول لك نعم، هل تعتقد إن قراءتها أبدا دي سنة وردت عن النبي؟ لا، أنا بس هي من القرآن وأنا أحبها فأحب قراءتها بما أنها من القرآن، والقرآن مطلوب القراءة أن أقرأه في كل وقت، فلذلك أنا أقرأها. نقول لك خلاص طالما ما اعتقدتش أنها سنة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا شيء فيها، ليست بدعة. البدعة فين؟ إنك تعتقد أنها سنة وهي ليست سنة، أو إنك تعتقد أنها واردة عن النبي وهي ليست واردة عن النبي، أو البدعة تكون في إنك تخالف السنة. طيب السنة إيه؟ إنك تطول في الأولى وتخفف في الثانية شوي، فإنت كده بقراءتك لسورة الأنعام في الثانية خالفت السنة. البدعة فين كمان؟ في إنك يبقى فيها هذرمة في القراءة، يعني أنت عايز تخلص، أنت عايز تخلص سورة الأنعام كلها في ركعة، فبتعمل إيه؟ عايز تسرع في القراءة. طيب إزاي نخرج من حالة البدعة في هذا الوضع؟ يعني لو حد الآن جه وعايز يقرأ سورة الأنعام في وقت معين كيف يخرج من حالة الابتداع في هذا؟ أول حاجة ما يعتقدش أنها سنة، ثاني حاجة ما يهمش العوام إنه ورد في فضلها شيء، ثالث حاجة إنه يجعلها في الركعة الأولى، أو إذا جعلها في الركعة الثانية يبقى يقرأ في الأولى مثلا بسورة أكبر من سورة الأنعام زي آل عمران مثلا، أو زي آل عمران أعتقد في حجمها، أو زي البقرة. رابع حاجة أو خامس حاجة إنه ميبقاش فيه هذرمة في القراءة، يعني اعطي الحروف حقها ومستحقها. إذا عملت الخمس حاجات دولت يبقى أنت كده خرجت من حالة الابتداع إلى حالة القراءة العادية المستحبة في كل وقت التي ورد الشرع بالأمر بها. قال الإمام النووي: ومن البدع المنكرة في القراءة ما يفعله جهلة المصلين للناس في التراويح من قراءة والتراويح بالمناسبة فيها حاجات كتير، يعني التراويح بالصورة اللي موجودة حاليا في كتير من ديار المسلمين فيها كلام ينبغي ضبطه يا أخوانا، زي مثلا مسألة التطويل في الدعاء. التطويل يقعد الشيخ يدعي ساعة وساعة ونص ولا ساعة إلا ربع، ولازم الناس تعيط وراه وإلا ما يبقاش حاسين إن إحنا عملنا حاجة، لازم الناس تتشحتف وراه. وبعدين البكاء كمان بتاع المشايخ احيانا وبتاع الناس يبطل الصلاه. انت حرفين طلعوا منك الحرفين كلام، والكلام يبطل الصلاه. يعني انت حضرتك اذا اتكلمت في الصلاه الصلاه باطل. ايه حد الكلام؟ ايه الحاجه اللي تسمى كلام عند الفقهاء؟ قال لك حرفان فاكثر. يعني قلت ايه ده كلام، اه ده كلام، يبطل الصلاه. فحضرتك بقى عمال تقول لي ايه 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 وانت بتقرا وانت بتعيط، ما ده كلام.
إلا إذا خرج غصب عنك، يعني إلا إذا خرج وأنت مضطر إليه اضطرارا. لكن أنت هتقعد تمثل إنك بتعيط، أو إن أنت هتقعد يعني الناس تقعد تعصر في نفسها عشان تعيط، لا، هذا ليس من السنة، ليس من السنة، وليس من السنة إنك تطول في الدعاء وتأثر في القراءة بهذا الشكل. يعني حركات الصلاة يا أخوانا لها أوزان نسبية، لها أوزان نسبية. فأطول ركن في الصلاة القيام، أطول ركن في الصلاة القيام. تيجي حضرتك بعد كده تطول مثلا في الركوع أكثر من القيام، أو تطول في القيام من الركوع أكثر من القيام، كده في مشكلة، كده في مشكلة قد تصل لدرجة البطلان. فالصلاة، حركات الصلاة فيها أوزان نسبية. طيب نرجع لكلام الشيخ، قال: ومن البدع المنكرة في القراءة ما يفعله جهلة المصلين بالناس في التراويح من قراءة سورة الأنعام في الركعة الأخيرة في الليلة السابعة معتقدين أنها مستحبة. يبقى البدعة فين؟ في اعتقادي أنها مستحبة وليس في التخصيص، لأن التخصيص يا أخوانا لا شيء فيه. تخصيص ليلة بقراءة، أو تخصيص سورة بالقراءة، أو تخصيص ذكر بعدد معين أو ذكر معين، لا شيء فيه. فيجمعون أمورا منكرة منها اعتقادهم أنها مستحبة، ومنها إيهام العوام بذلك. الإمام النووي بيعدد موطن الابتداع هنا أهو، اعتقادهم أنها مستحبة، ومنها إيهام العوام بذلك، ومنها تطوير الركعة الثانية على الأولى، وإنما السنة تطوير الأولى على الثانية، ومنها التطوير على المأمومين، ومنها هذرمة القراءة. ومن البدع المشابهة لهذه قراءة بعض جهالتهم في الصبح يوم الجمعة بسجدة غير سجدة ألف لام ميم تنزيل قاصدا ذلك. وإنما السنة قراءة ألف لام ميم تنزيل في الركعة الأولى وهل أتى في الثانية. صبح يوم الجمعة يستحب إن احنا نقرأ في الركعة الأولى بسورة السجدة كاملة، كاملة مش بعضها، وسورة الإنسان كاملة برضه. طيب فيجي بعض الناس يقول لك يعني سورة السجدة فيها سجدة، فعشان أنا أحسس الناس بإن في سجدة وفي نفس الوقت ما أطولش عليهم إن سورة السجدة مثلا طويلة، فأنا هقرأ لهم بسجدة ثانية وهي سجدة بدل سجدة. تمام؟ إذا عملت كده قاصدا مخالفة السنة هذه هي البدعة. لكن إذا جت معاك كده يعني أنت مش عايز تقرأ سورة السجدة، لأن قراءة سورة السجدة مش واجب، هي سنة، وأنت يعني ما حبيتش انك تطول على الناس لعلمك بانه المأمومين اللي وراك ناس صاحيين من النوم وكون ناس كبار في السن والى اخره، فانت قرأت وجه معاك انك قدرا قرأت في مكان فوجئت ان فيه سجدة، خلاص هذا لا شيء فيه. لكنك تكون قاصد هذا وتقصد مخالفة السنة، هذه هي الايه، هذه هي البدعة. قال: قاصدا ذلك، وإنما السنة قراءة ألف لام ميم تنزيل في الركعة الأولى وهل أتى في الثانية. طيب يبقى هذه أهم الإيه؟ الأمور التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى. هنقف هنا ونكمل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. أي سؤال؟ أيوة شايف، هو معنى مستحب هنا إيه بالظبط؟ مستحب يعني سنة، مستحب مستحب يعني سنة، إن شاء الله مستحب الحاجة اللي هو يعني شيء كويس يعني أنا بفضله أو بحبه، ولا هي السنة معناها سنة؟ طب ما في فرق كده ما بين، هو بيقول إن هي بيعتقدون إن هي يعني بيعتقدوا إن هي سنة، يعني في فرق ما بين المستحب والسنة؟ كلها بمعنى واحد، كلامه من باب التنويع، من باب التنويع حتى يكرر الكلام، ده أسلوب في الكتابة معروف. لكن هي عند الشافعية السنة المندوب المستحب ثلاثة بمعنى واحد، ده مصطلح أصولي معروف. الدعاء عند السجود تمام، مش من الآيات القرآنية تتكلم عادي يبقى كده بيبطل الصلاة لأنه كلام؟ ما احنا قلنا يعني إذا كنا هنقرأ دعاء في السجود وهذا الدعاء من القرآن وقرأناه لا بنية القرآنية وإنما بنية الدعاء، خرجنا من الكراهة، خرجنا من الكراهة إذا قرأناه بنية الدعاء لا بنية أننا نقرأ قرآن. واضح؟ طيب لو مش من القرآن الدعاء؟ أيوة مفيش حاجة يا فندم، هو لازم الدعاء يكون من طب القرآن. أي دعاء عادي
لا يشترط أن يكون الدعاء في الصلاة أو في غير الصلاة من القرآن أو من السنة، لا يشترط، الصلاة هي الدعاء. كده ما يدخلش تحت بند الكلام اللي يبطل لا الصلاة. لا لا، لا يدخل المراد بالكلام كلام الدنيا، تمام. المراد بالكلام كلام الدنيا، وليس الكلام اللي هو فيه دعاء وذكر واستغاثة بالله وسؤال الله. الصلاة شرعها الله لهذا، للدعاء وقراءة القرآن، فأي حاجة تمشي في الاتجاه ده لا تعد من الكلام المحرم الذي يبطل الصلاة. الكلام الذي يبطل الصلاة هو كلام الدنيا، زي أكلت وشربت وكذا. واضح؟ أيوة فندم، شكرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.